السلام عليكم البنات، كي صبحتوا هانيين؟ كدوزوا رمضان مزيان الحمد لله، كنتمنى تكونوا بألف خير. المهم اليوم بغيت نشارك معاكم فيديو نوريكم لي برودوي ديال اللي كنستعمل انا، برودوي دو بوتي اللي كنخدم سواء للوجه للشعر الى اخره. انا كنفضل ديما الاشياء طبيعيه، دونك كتلقى عندي في الدار اكثريه اشياء طبيعيه، قليل اللي كنشريها الا لا كانت شي ماركه معروفه نقيه، البرودوي ديالها ما فيهمش مضره، ما فيهمش برودوي شيميك، عاد كنشريها. دونك هذا الزيت ديال نواه الكوكو راكم معروف، كتشوفوني بزاف المرات كنخدمه في الوصفات الشعر الوجه. انا كندهن به وجهي، يدي، كندهن به شعري. نواه الكوكو معروفه وزوينه، يعني انا كنظن ما خصهاش كاع تخطانا من الدار. انا دابا كنهضر معكم وكندهنها لوجهي، ولكن في الليل لا دهنوها لوجهكم، غدهنوها في الليل، لان دابا هي الزيت ما كتلاقاش مع الشمس، سينو غادي تبرونزاو. انا بالعكس جيستو ما بغيت نقول لكم ملي كندير الشمس باش ما كتشد فيا الشمس، خصكم ضروري تخرجوا بالبروتيكسيون. كنستعمل اكرون توتال، كريم اكرون توتال من الشمس، المهم ماشي ضروري الماركه، هي تكون شي حاجه زوينه. انا كنشريه من لا فارماسي، هي تكون شي حاجه زوينه وصافي، يعني شي ماركه نقيه وصافي. انا نوريكم هنا، فوالا خرجت بزاف، ماشي مشكل. هو كريم، هذا خديته انا مرطب او ميم طون، وهو يا اكرون من اشعه الشمس الضاره ملي كنخرجوا برا الشمس. دونك اكرون طوطال مهم، وما تقولوش الصيف وعاد نشريوه، راه خصو يكون عندكم صيف وشتا، مهم يكون صيف وشتا عندنا، كيحمي البشره من اشعه الشمس، وديك اشعه الشمس الضاره هي اللي كدير داك النقط ديال داك النقط بحال الكلف اللي كنقولوا له حنا بالدارجه، داك النقط الماغون في شكل دايرين في الوجه، هي اللي كدير التجاعيد قبل الوقت. دونك مهمه تحميوا البشره ديالكم باكرون توتال، وعاد ديروا الفوندوتا الا كتبغيو الفوندوتا، ديما اكرون توتال من التحت وعاد الفوندوتا. بالنسبه للبيكربونات دو الصود، البيكربونات كلكم كتعرفوها معروفه، كتستعمل في بزاف الاشياء في البيت في المطبخ. انا كنوزع حتى على الناموسيه على المطله، لان عندي نوعا ما الحساسيه، فكنديرها باش كتطهر، هي كتحيد داك الغبار، وكتحيد داك كما قلت لكم داك لي بتيت بات، داك الحشرات الصغيره اللي ما كتبان ليناش، وكتكون هي المسببه ديال الحساسيه وبعض الاشياء. دونك البيكربونات كتطهر كتنقي، دونك كنخدمها انا بزاف، كنخدمها احيانا في لا سال دو بان كنقي بها. هي كيقول لك ما تحكي بها اسنانك، ولكن انا ما كننصحكمش بهاد البيكربونات لهادي، خاصكم الا بغيتو تحكوا باسنانكم خصكم تزيدوا تطحنوها، يعني دابا هادي كتكون شويه حرشه، واخا انا دابا هادي شريتها رقيقه وهكاك، خصها تكون ادق من هكذا، وتكون رقيقه اكثر من هكذا، ورطبه اكثر من هكذا، كتطحنوها حتى كتولي بحال السكر كلاصي. عاد الا بغيتو تستعملوها لاسنانكم لانها هكا حرشه غادي تضر اللثه. انا طبيبه السنان ديالي خرجها ليا، كتقول لي حكي بها سنانك، انا عندي مشكله في اللثه، كتقول لي بعدي من الدونتيفريس، وديري هذا البيكربونات، عطاتني تريتمون باش نديرو، ولكن ماشي هذا كتخرجوا لي، كنشري خاص من الفارماسي. بما انه شويه غالي الثمن، فقررت اني نبقى نشريها ونزيد نطحنها مزيان حتى كتولي رطبه، عاد نحكي بها اسناني. دونك الا بغيتو راه بصح كتبيض مع الوقت، كتبيض الاسنان وكتنقي الفم، هي بصح مع الوقت مع الاستمرار. دونك هذا فيما يخص البيكربونات الصوديوم، كلكم راه معروفه دابا، ما كنظنش شي بيت لي او شي دار لي ما بقاش معروفه فيه البيكربونات دو الصوديوم، كتصلح حتى في الطياب. انا ملي كنبغي نطيب اللحم وكنشوفه غيتعطل لي في الطياب، كنرمي شويه، هي راه على فكره ما كتملحش الماكله، كنرمي شويه فدغيا كيطيب داك اللحم ما كيبقاش معطل، دونك كتستعمل حتى في الطياب. نوريكم انا لي ما عنديش انا بزاف مع المكياج، مي غير كانت شي مره او شي مناسبات، دونك لا بلوبار كيكون عندي هادو مرطبين وصافي. فمؤخرا شريت واحد انواع من احمر الشفاه، هذا خلاص معروفين المغربيات كيعرفوا احمر الشفاه،
كتعرفوا هذا كيعجبني، كنجيبو معايا من المغرب. انا حيت ما كنعرفش بزاف مزيان تخاسي، دونك شريت مؤخرا هادو، كيجيو ساهلين، كيجيو ساهلين انكم تخاسيو بهم الشفايف، لان ما كنعرفش باش ما يسيح ما والو. ولا بغيتو ديروا داك قضيه اللمعان، لان هذا دابا شويه ناشفين، الا بغيتو ديروا لمعان سهله، غتاخدوا شويه ديال الفازلين وديروا فوق من داك الغوج على فيغ ديالكم شويه ديال الفازلين، وكتخرج الطريقه زوينه، كيولي كيبقى الفم فيه داك اللمعان، كيجي بحال غوج على فيغ. المهم مؤخرا خديت هادو حتى هو، عجبني هذا اللون، كيعجبني داك الالوان اللي ما كتكونش غالقه، داك الالوان البارده بحال هذا غوز بارد، كذلك حتى هذا النوع الغوز هذاك الطراسي، كما قلت لكم كطراسيو بيه باش كيجي ساهل انكم تراسيو بالفم، ومن بعد ديروا شويه دا مثلا الفازلين اولا هذا باش كديروا داك القضيه ديال اللمعان. انا تادي ما كتخطانيش، هذه كندير بها مساج للوجه. قولي شنو هذا العجب، هذا هذه ما دار طبعا هذا السيليكون، ها هي كنظن تبان لكم، يعني ما فيها لم ما كضر ما كتجرح ما والو. ها وكندير بها مساج للوجه في الليل ملي كندهن وجهي بزيت الكوكو او البوغ دو كاريتي، زبده الشيا، دابا راه سالات ليا مع الاسف، ولكن كومونديت وحده اخرى ان شاء الله تجيني. فكندير بها مساج، لان مهم ديروا مساج للوجه يوميا، راه ما كيخليش التجاعيد، وكتجبد كيتجبد البشره ديالكم، كيتجبد الوجه، كيما الجسم خصو مساج حتى الوجه خصو مساج، باش يتجبد لكم الوجه ديالكم، ما يبقاش داك مرخي، وما يبقاش داك التجاعيد، وداك لتحت داك دوب المونطون اللي كيكون لتحت عندنا في اللحيه، خصو حتى هو ضروري مساج للوجه. بالنسبه اخر شنو عندي، ما عنديش كما قلت لكم انا بزاف كيكونش عندي، انا خديت هذا النوع من الماسكارا، هي زوينه وممطو، ما كطيحش لي سيل، كتخدمهم وما كطيحهمش الشفار. انا بعد انواع ديال لي كريون بعد مرات كنستعملهم اسود، وخديت هذا اللون الازرق هكذا واقع على حسب المناسبات او البيسات اللي كتكونوا لابسين، وهذا المارون كوم سا، اكثر هي كنخدم الكحل والمارون، انا كيعطيو الوان طبيعيه. ها هو الكحل، ما تنساوش ديما يكون عندكم في لابتيت تخوس، دايره انا لا تخوس بوحدها، هذه ديال الكريون دايرها بوحدها، اقلام هنايا دايرهم، دايره لا تخوس بوحدها صغيره. ما تنساوش ديما تكون عندكم تاي كريون داك المنجره، باش لان القلم يقدر تكونوا في شي مناسبه ولا في شي بلاصه ويتهرس لكم وما تلقاو كيديروا، دونك حسن تكون معكم منجره صغيره، هذه نصيحه زعما معاه، باش لا تهرس لكم شي قلم واضطريتوا تستعملوه، ها هو موجود. بالنسبه اخر شنو اخر، هذا فيما يخص لي مكياج، ما عنديش كما قلت لكم بزاف ديال المكياج معاه بزاف، ولكن المهم اي مراه خاصها تعتني براسها. هذا كان اكرون حتى هو كنت خديته من لا فارماسي، حتى هو زوين صراحه ثمنه رخيص، ولكن مؤخرا وليت رجعت سال لي ورجعت خديت هذا، وبحالو حتى هو زوين، ولكن فضلت انا هذا، وهذا بيو، فوالا انتما كتشوفوا بان مكتوبه في بيو، وسين مارك حتى هو ماركه معروفه. بالنسبه للفوندوتا، الفوندوتا حتى هو شارياه، فوندوتا حتى هو شاريه، باش نوريكم لي برودوي، لي الفوندوتا حتى هو شارياه طبيعي، يعني باش ما تشوفوا الفوندوتا حتى هو شريتو بيو، هذا بيبي كريم شريتو طبيعي، راه قرب يسالي، فانا كان لان عندي بشره حساسه ما كنحملش داك القوت لي برودوي شيميك، فهذا شريت واحد المكازا كتبيع بيو، شريته طبيعي. بالنسبه شنو اخر، هذا لليدين معروفه نيتروجينا، الصراحه ماركه زوينه نيتروجينا، كنستعملو ليديا كيرطب سيرتو ملي كيكون البرد بزاف، وداك التمشي باش ما كيبقاش مشي ديال اليدين. بغيت نوريكم فوالا هذه اللي بغيت نوريكم اللي كنستعمل انا لي بانوار، مهمه خصكم كنظن البنات راه كيكون عندهم، وهو هذا النوع من لي باتش، انا نحل لكم نوريكم كي داير،
هادو كيتستعملوا لي بوان واخ، كنديرو منا كيحيدوا ليا صراحة، كيحيدوا ليا لي بوان واخ من نيفي، ولكن خص الوجه يكون نقي، يعني نضفو وجهكم مزيان، نيطويو الوجه بكربونات بقات لاصقة فيه، نقي وجهكم مزيان، نضفوه بالصابون اللي كتستعملوه او بالطريقة اللي كتنضفو بها وجهكم عادي، ومن بعد خصكم تستعملوه. ولكن بنات بزاف كيغطيو، علاش؟ حيت ما كيفزقوش نيفهم، خصكم تاخدوه غير بصبعكم، شوية الماء، تاخدو شوية الماء بصبعكم وتدوزو على منطقة الأنف باش يبقى مبلل شوية، فازك شوية، وعاد كديرو اللصقة من هاد الجهة، طبعا من هاد الجهة هيا، وملي كتحيدوها هاد الجهة الكحلة دابا رطبة، كتولي كلها هزة لي بونوار. انا غنجربو لكم وغتشوفو النتيجة، انا ما نجربو قدامكم وغتشوفو. بالنسبة شنو اخر عندي؟ الكريم دو كور، وي الكريم دو كور كنستعمل انا هذا، كنت شريته مع البيغ دو كاريتي، هو زبدة الشيا معها، وهذا كريم توا طبيعي 100% مصنوع بزبدة الشيا، انتما كتشوفوا كيتبان لكم الشيا، عين قلبه مش تبان لكم، هيا بيو، كتبان لكم البيغ دو كاريتي، كنستعمله للجسم. انا استعملت منه، كان مرطب للجسم رائع وطبيعي 100%. انا كنفضل كيما قلت لكم اشياء تكون طبيعيه، فكل ما كان طبيعي الحاجه كل ما كنفضلها. هذا كنديرو للجسم، ولا هذا للجسم سيختو، ملي كنخرج من الدوش كنديرو هادو. لو بقيتو عاقلين معايا البنات اللي شافوا الفيديو ديال كنخدم اللي درت للشفايف، داك المرطب للشفايف، البنات اللي شافوا معايا مرطب الشفايف داك النهار عقلوا عليه، راني درتو كنديرو لفمي، فوالا تا هو، درنا معاه عكار الفاسيل ولا فازلين والشمع وداكشي باش كيجي مرطب للشفايف. تقدروا ديروا كما قلت لكم شي غوج الاف عندكم قديم، اوليو دو جوتي ما ترميوهش، تستعملوه كيعطي ديك اللوين. بالنسبه لهادي، بالنسبه لسيكاتريس معروفه، جو كرو سي لا سيكا، سيكا الفات، فوالا كاين انواع، انا خديت كنت واخده هادي افين، هادي بحال دابا كانت شي خبشه، شي جرحه، شي حبوبه، سيرتو دابا عمرنا كاين نضنا الحبوب في وجهنا، وما خصهاش تبقى لي طراس الحب، حبوبه كنقيسوها نبقاو نقشرو فيها حتى كتولي حمراء، من الحمراء للزرقاء الكحله، ما عرف كي كيوليو الوان فيها، ما كتبغيش تحيد، فهادي لي سيكاتريس كنحطها على ديك الحبه باش ملي تبرى الحبه ديالي اللي في وجهي اولا الجرحه، ما يبقاش لا سيكاتريس، ما يبقاش الاثر ديالها. فكاين انواع، هما ماركات، انا عجبتني هادي ديال افين، راه في لي فارماسي كتباع. شنو اخر بغيت نبارطاجي معكم؟ هادي اللي قلت لكم البيغ دو كاريتي اللي كانت عندي، كنخدم بها وجهي شعري وكل شيء، ساعه سالت لي مع الاسف، داكشي باش ما قدرش نوريكم الوصفه، هي باقي عندي شويه، كنخدم انا حتى للشفايف، هي البيغ دو كاريتي ميزه ديالها رائعه، انا كنت هضرت عليها في واحد الارتيكل في واحد في لاباج فيسبوك ديالي، تلقاوها هضرت عليها بزاف، درت على المزايا ديالها وبارطاجيتها تماك، غادي تلقاوها. فانا كنخدمها كيما قلت لكم للوجه للشعر لكل شيء، انواع حتى هي، المهم تكون طبيعيه وصافي. كنكوموندي انا غالبيه كنكوموندي من امازون صراحه، السيت اللي كنكوموندي فيه هو امازون، لان داك لي سيت الاخرين، هذا حتى هي كان عندي بور دو كاريتي سالات، باش نقول لكم دابا راه كومونديتها ان شاء الله تتوصلني. بالنسبه للشعر اللي بغيت نشاركه معكم، هذه ديال خديته مؤخرا ديال السيف، الصراحه رائع، فوالا الصراحه ما عندي ما نقول، زوين فوالا، كاين وقيلا هذا الاحمر، وكاين ماركه اخرى ما عرفتش الخضر ولا ما عقلتش مزيان، ولكن رائع للشعر، وختمانو شويه ماشي مشكل، كيلمع كيخلي يعطي واحد اللمعه للشعر، وزيتو ورائحه فيه زوينه، واخا انا ما كنبغيش هذا الشيء بزاف، شي بعدا مره، واخا ماشي يوم بطريقه يوميه، على الاقل كيلمع الشعر صراحه، زوين زوين زوين، عجبني صراحه.
هذا العكا الفاسي المغربيات راه كيعرفوه. فوالا كنخدم منه حتى انا، كنديرو ماسكات للوجه، نقدر كما قلت لكم نخلط مع هذاك باش كنديرو احمر شفايف يجي طبيعي. نحاول نحلها. انا جيت نوريكم العكا الفاسي كي كندير له. هذه ديال شريتها ديال الطين، تعرفوني اني عزيز عليا كل ما هو يتعلق بالده مغربي، وسيختو لاغجيل مزيانه وداك الشيء الصحي خصو يكون عندنا ديال جدودنا. مع شويه الماء كندير له هكذا يطلق، او غادي يشرب لان الفخار حتى هو كيشرب. ومن بعد صافي نخلطهم مع ما ورد الى عندكم شويه الماء، ولا ما ورد احسن، او تخلطوه للوجه هذا. يعني هو راه كيخلي المناطق حمراء حمراء حمراء. اتونسيو راه ما قالوا عكا الفاسي، راه عكا الفاسي. كيدخل تورمكم معروفين كانوا مواتنا وجداتنا كيخدموه بزاف، والعرايسات كانوا كيديروا لهم عكا الفاسي مع الغسول وداكشي، فهو جيد للجميل. دابا غنوريكم كيفاش كنحيد بهادي لي بوانواغ. دونك هادي لابغوس باش كنغسل بها وجهي، كاين عندها هاد دوبل فاس باردون، كاين هذا السيليكون وكاين هاد الشيتا. فانا كنستعمل بزاف هادي، وهي ملي تغسلوا وجهكم بها مع اي صابون. انا كنديرش صابونه عادي، كندير شي برودوي اللي كينقي الوجه، وكل وحده وشنو كتستعمل اللي مناسب للبشره ديالها. خصكم تغسلوه هكا بطريقه دائريه، الوجه يتغسل هكا بطريقه دائريه، انكم في نفس الوقت كديروا مساج. انتما شوف كتحيد، شتي كتغسلوه كتحيد وكتديروا طريقه مساج باش بوغ لا سيركيلاسيون، فوالا الدوره الدمويه للوجه باش كيطلع الدم فيه وكي. هانتوما كتشوفوش هكا الطريقه باش كنغسل بها وجهي، طريقه دائريه هكا الطريقه الصحيحه اللي كتغسلوا بها الوجه الشيت. دابا انا غنوريكم شويه د الماء. انا غسلت وجهي ونقيت نيفي، حتى هو غسلته زعما المنطقه اللي هي هاد الصباع فزكتو، غادي ندير فوق الانف، وغادي نحط هذا دابا فوق من نيفي. راه كيلصق لان داير بحال شي سكوتش كيلصق. كاين في هذا الكحل هذا ديال الشاربو كاين البيض، كاين البنات اللي عندهم كيشريو باتش هكا في البيض، لي باتش كمسا اللي كيحيدو البانواغ في بويض، كتستعملو في المنطقه الانف ولا تحت الشفاه كيكون فيها حتى هي لي بانواغ. وصافي دابا غنخليه، نخليه واحد المده 10 دقائق بحال دايره شي ماسك لوجهي، باش فوالا باش يخدم، باش يدير المفعول ديالو. هلا ها هو الطين شرب الماء وبقى داك العكا الفاسي من الفوق. انا كنخليه هكذا، ولا فيما كنبغي نستعمله، ولا نشف كنزيد فيه شويه الماء او ماء ورد ونخدم به لوجهي. من بعد كتغسل الوجه كيبقى كيبقى محمر داك الوجه مزندق، سيرتو الا بغيتو يبقى الخدود وردية. فوالا هادي الخدود وردية، هادي الحنة طبيعية، الحنة كنجيبها انا هادشي معايا من المغرب. الحنة كنديرها مع الصابون البلدي ملي كنبغي ندير حمام مغربي قماش، كنخدمها مع الصابون البلدي وكنحك بيها، ولا كنديرها مع شوية الحامض للجسم، وهي للشعر. كاين الحنة للشعر خاصة بالجسم، ولكن الشعر الا كنتو كتصبغوا شعركم ما تصلح لكمش. هادو مجموعه اعشاب كنت شريتها، فيها حبه راس قال لك ورد بابنوج كلشي هادشي مطحون. انا بعد المره كنت كنشري هاد الاعشاب كلها وكنطحنها راسي وكنصوبها راسي، ولكن دابا حنا ما كنكونوش ما كايناش انا في المغرب مع الاسف، دابا ما عنديش هادشي متوفر هنايا. راكم عارفين هنايا ما كيكونش كلشي بحال في البلاد، كتمشي عند العشاب ولا العطار كتجيبو من عنده كلشي وتصابو على يدك وتشمش وتدق وتطحن، هنا ما كاينش. دونك كنجيب معايا الاعشاب المطحونه حتى هي للشعر، فيها قرنفل الخرواع لزاز كيطلق الشعر لزاز، ها هي اولا ها هو حتى
والداخل في هاد الاعشاب، كيطلق الشعر كيردو كالحرير. السنبل تارة، تارة تاهي عشبة معروفة، والشعر اللي كيطيح لتساقط الشعر جيدة جدا. ترس غينت، هادي اللي ما عرفتهاش شنو هي. الحرمل معروف، زرود الدباغ، وقشور الرمان. قشور الرمان معروفين، زرود الدباغ كنظن كنت شفتهم في الانترنيت ونسيت عليهم. المهم على ما حال هادو اعشاب كنت شريتها، وكنخلطهم مع زيت زيتون او زيت جوز الهند ملي كندوبو شي شويه، كنديرو لشعري مزيانه تاهي لتساقط الشعر. المهم هذا هو اللي بغيت نشارك معاكم اليوم. انا غنحيد هذاك الباجي دي بوانوار، البوانوار عفوا، ونوريكم كيفاش غادي يحيد الاوساخ ويحيد البوانوار. نتلاقاو بعد قليل. انتما البنات شفتوا كيفاش كيحيد لي بوانوار؟ شفتوا الاوساخ كلها؟ شفتوهم هاي كي كان ملس ولا حرش بهذوك؟ هما كيبان مزيان. كاع داكشي اللي كان في نيفي تحيد، كنظن بانه باين. نزيد نقربو لكم كتر، راه باين. ها شتوها؟ ها هو شتي خرجوا من الجذور ديالهم. كل ما خليتوه فوق نيفكم كل ما زول لكم كتر وكتر في لي بوانوار. كل ما خليتوه كل ما حيد لكم كتر لي بوانوار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم او النصائح اليوم يكونوا عجبوكم. المهم هذه الطرق التجميل اللي كندير انا بسيطه.